السلام عليكم. النهاردة طبعا رايحين نصور ونعمل لقاءات مع بعض العزب والنجوعة التابعة لمركز مدينة السنبلاوين وتيمي الأمديد. طبعا ما زالت النصب والاحتيال، عمليات النصب والاحتيال ما زالت مستمرة للأسف الشديد. كل يوم بيظهر لنا وباء جديد، كل يوم بيظهر لنا فيروس جديد. يعني للأسف فيروس المفروض علاجه، بس علاجه اللي احنا بنحاول نوصل صوت الناس اللي هي اتظلمت في حتة إيصالات الأمانة دول اللي اتضحك عليهم بحجة الوقوف بجوارهم. وطبعا دول أنا ما قلتش يا عبد العزيز، والله العظيم أنا قلت مكسوفة بجد، أنا عن نفسي قلت مكسوفة. انتظروني.